يعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 29 من شعبان 1444 للهجرة الموافق 21 من مارس الجاري لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر رمضان المبارك داخل البلاد أو الأخبار من العالم الإسلامي بثبوت دخول الشهر الفضيل. ويدعو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من تكون لديه شهادة أو نبأ عن رؤية الهلال للمسارعة بالاتصال بهيئة الرؤية الشرعية للإبلاغ بذلك مشكورا ومأجورا.